يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بالأغاني الوطنية والأشعار الوطنية هل يجوز الاستماع إليها؟ إنشاد الشعر واستماعه سبق لكم أنه جائز، وقد استمع إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، الشعر النزيه والشعر الحكم والأمثال والمواعظ، هذا لا بأس بإنشاده واستماعه، ولا بأس بأن يصنعه الشاعر ويقوله الشاعر، كل هذا شيء طيب. والشعر كما يقولون الشعر ديوان العرب، الشعر هو ديوان العرب الذي سجل أمجادهم ومفاخرهم وأخلاقهم وشجاعتهم ولغتهم، كل هذا في الشعر العربي الرصين، ما هو الشعر الهزيل الآن اللي يسمونه الشعر الحر، هذا الشعر الهر، ما هو الشعر الحر، ولا خير فيه، هذا مستورد من الكفار، ولا فيه لا لغة ولا دين ولا أدب ولا شيء أبد، هراء سخيف. إنما الكلام على الشعر الصحيح، الشعر الجزل، الشعر الموزون المقفى، هذا هو الذي فيه الكلام. نعم.